السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في القناه. اليوم كنقصر عليكم صابلي بعقده ديال التمر والليمون معسل. كيف ما كتشوفوا معايا كيجي الشكل ديالها رائع زوين بزاف. الى عجبكم فيديو ديروا جيم، بارطاجيو لا فيديو مع الاحباب والاصدقاء ديالكم، وشاركوني اقتراحاتكم وارائكم. الا كنت اول مره كتزوروا القناه ضغطوا على زر الاشتراك، ابوني وسبسكرايب وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد مطبخي. ودابا غادي نخليكم مع مقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. فبالنسبه للعجينه ديال الصابلي، نفس العجينه ديال الصابلي اللي خدمت معكم في الصابلي بالكناش الحامض، غادي نخلي لكم اللين ديالها في صندوق الوصف. غير هي عوض النكهه ديال الحامض استعملت نكهه ديال البرتقال. صافي، وكنقطعوا بهذا الشكل هذا ونصفوا في اللاطه وندخلوا الفران حتى يطيب على 160-170 درجه. كناخذوا هنايا الشوكولاته البيضاء كنذوبوا على بان ماري، وكناخذوا اي موتيف كتبغيو تخدموا به. انا خديت هذا موتيف اللي كيكون حلزوني. المهم كيبقى لكم لو شوا، تاخذوا اللي بغيتم واللي كيعجبكم. صافي، غادي نعمروا بحال هكا بالشوكولا. بعد ما نعمر المول ديالنا كنضربو بحال هكا، نهزوه بحال هكايا وغادي نوضعوه في بلاطو، غادي نحتفظو بيه على جنب حتى كيبدا كينشف، وعاد ندخلوه للثلاجة يبرد يجمد مزيان. صافي، وغادي نزولو من القالب، كيتزول لينا بسهولة. ودابا ندوزو نحضرو الحشوة. فبالنسبة للحشوة غادي نحتاجو لها 250 غرام ديال العجينة ديال التمر. يا إما تشريوها جاهزة يا إما تحضروها في البيت. راه سبق لي خدمتها معاكم. غادي ننزل لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. وغادي نحتاجو 40 غرام ديال اللوز بالقشرة ديالتو، كنهرمشوه شوية. غادي نحتاجو 50 غرام ديال القشرة ديال الليمون معسل، حتى هي كنقطعوها بحال هكا بهذا الشكل هذا. غادي نحتاجو النكهة ديال البرتقال، معلقة ديال الزبدة، شوكولاتة سوداء 50 غرام ديال الشوكولات اللي كنذوبوها على بان ماري. فمن الأحسن تكون شوكولاتة من نوعية جيدة. غادي نحطو التمر ديالنا، غادي نزيدو عليه معلقه ديال الزبده، غادي نضيفو اللوز، قشره ديال الليمون معسل، وغادي نديرو نص معلقه صغيره ديال النكهه ديال البرتقال. صافي، غادي نحاول نخدم هذا الشيء مزيان. دابا غادي ناخذوا العقده ديالتنا، غادي نديروها وسط السولفيغيزي وغادي نسرحوها. غادي ناخذ قطاع باش غادي نقطع العقده. صافي، وغادي نحاولوا نزولوها. وغادي ناخذ قطعه ديال الصابلي، غادي نوضعها على بهذا الشكل هذا، نحاولوا نقادوها. صافي، وغادي نجيب قطعه ديال الشوكولاته وغادي نضغط عليها غير شويه بحال هكايا. صافي، وتنحصلوا على هذا الشكل هذا اللي كتشوفوا معايا. غادي نحاول نوريكم واحده اخرى، كنقطعوا عقده ديال التمر. ناخذ قطعه ديال الصابلي، وناخذ قطعه ديال الشوكولاته. كتجينا قطعه ديال الصابلي، قطعه ديال العقده ديال التمر، والشوكولاته اللي كتجينا من الفوق باش كنزينو.
كتجيني على هذا الشكل هذا. انا غادي نكمل بحال هكا حتى نسالي ونتلاقاو ان شاء الله. كان هذا هو الشكل النهائي ديال الصابلي ديالنا بعد ما تنزينو، كيتقدم بالصحه والراحه كما كتشوفوا معايا هنايا. قدمتو مع الصابلي اللي خدمت معكم من قبل بكانش الحامض، فهما عن جد كيجيو اشكال رائعين وراقيين، لا في المذاق ولا في المنظر. نتمنى انكم تجربوهم واكيد يلقاو استحسانكم ان شاء الله. فما تنساوش تدعموا القناه بلي لايك وبلي بارتاج، وتابعوا جديد وصفاتي. دمتم في رعايه الله، والى فيديو اخر من ديليز سكينه.